لكن الحقيقة أن النائب الأقوى في تاريخ الرئاسة الأمريكية كان ديك تشيني. خلينا نتفتكر أنه كان نائب للرئيس جورج بوش الابن. كان رئيس ضعيف، كان رئيس مدلل بلا خبرة بلا تاريخ، ما كانش بيفهم إيه اللي بيحصل في الدنيا كلها من حوله. كل مميزات بوش أنه من عائلة ثرية حاكمة، وأمام رئيس بهذه المواصفات كان لابد من وجود نائب رئيس قوي ومؤثر ويقدر على إنقاذ الرئيس من المطبات اللي بيقع فيها. ويمكن القول أن ديك تشيني كان الرئيس الفعلي. ترك تشيني بصماته على البيت الأبيض منذ البداية، وقاد تشيني الفترة الانتقالية. جاء بشخصيات مقربة منه لتولي المناصب العليا، منها وزير الدفاع رونالد رامسفيلد، ومنها وزير الخزانة بول أونيل، ومنها النائب العام جون أشكروفت. تحكم هؤلاء في أهم مفاصل الدولة وهو تحكم فيهم. وجاءت هجمات 11 سبتمبر لتزيد من سيطرة تشيني على سياسات الأمن القومي. كان تشيني بيحضر اجتماعات الرئيس، وكان بيجلس على طاولة مديري مجلس الأمن القومي، بل وسيطر مكتبه على مجلس الأمن القومي دون منافس، وهيمن على البيت الأبيض بالقطع. لكن الأهم أنه كان بينفرد في زيارات خاصة بالرئيس. هذه الزيارات كان تشيني بيقنع بوش بما يريد. فهذه الزيارات الخاصة أقنعه بالحرب على العراق قائلا: صحيح ما فيش مبرر لهذه الحرب، ولكن علينا التغلب والبحث عن مبرر. بيقول ديفيد روتكوف الصحفي والسياسي الأمريكي في مقابلة عام 2008: لم يكن أهم فاعل في السياسة الخارجية كوندليز رايس مستشارة الأمن القومي، ولم يكن وزير الخارجية كولين باول، بل كان نائب الرئيس ديك تشيني. وضع تشيني معظم سياسات مكافحة الإرهاب التي أثارت الجدل فيما بعد، منها الاعتقال، الاشتباه، الاستجواب، المراقبة الإلكترونية. كان تشيني أيضا مهندس الحرب الاستباقية، وكانت أول رحلة له في الخارج إلى بريطانيا. كان الهدف من الرحلة حشد الدعم لغزو العراق. غزو العراق اللي كان عار هيظل يطارد الولايات المتحدة حتى يوم القيامة.